السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الاهلي. في النص الثاني من ملعب الاهلي النهارده هيكون معانا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه حسني. هنتكلم بالتاكيد على المباراه اللي بيتكلم فيها كل افريقيا او بتتكلم عنها كل افريقيا وكل العرب بالتاكيد، وهي تجمع بين فرقتين بالتاكيد في الوطن العربي والمنطقه العربيه، الاهلي والترجي. كل التوفيق للاهلي. 72 ساعه فقط، 72 ساعه فقط، ويبدا الشوط الاول من مباراه من شوطين. الشوط الاول في استاد برج العرب باذن الله الساعه 9 يوم الجمعه 2 نوفمبر باذن الله تعالى، والشوط الثاني هيبقى في رادس يوم 9 نوفمبر باذن الله في ملعب رادس. كل التوفيق لكل الاهلاويه، كل التوفيق لكل اللعيبه. مهم جدا 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 ترفع بالمعنويات، مهم جدا الدوافع تكون موجوده، واكيد هتكون موجوده، وليه لا وانت بتتكلم على النهائي الافريقي، البطوله الاهم في قارة أفريقيا، البطولة اللي بينتظرها كل الناس وحلم كل الأندية الإفريقية من شرقها لغربها لوسطها، لكل الأندية في كل أفريقيا، غرب أفريقيا، شرق أفريقيا، وسط أفريقيا، شمال أفريقيا، كله بيتمنى أنه هو يكون في اللحظة اللي هيبقى موجود فيها الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. أقل من 72 ساعة من دلوقتي ويبدأ اللقاء، اللقاء اللي هيديره تحكيميا الأقرب لحد دلوقتي، وحاجة غريبة جدا، أول مرة الكاف يبعت جوابات للأهلي فيها كل حاجة، او يبعت جوابات للانديه سواء الاهلي او الترجي فيها كل حاجه، المنسق من ليبيا والمراقب من تقريبا من المغرب وكل العناصر اللي موجوده في المباراه النهائيه ما عدا حكم اللقاء او اللي مش موجود حكم اللقاء ده، يعني بقى استفسار او لغز ولا حاجه، لكن حله بسيط جدا. مهدي بن عبيد هو المرشح الاول والاقوى لاداره اللقاء الاول على الاقل في مباراه الاهلي والترجي، طالما اللي حوالين المجموعه اللي في الاجتماع الفني منسق عربي ومراقب عربي و كل الطاقم اللي هيبقى موجود في الاجتماع الفني او اللي هيحضر الاجتماع الفني اللي يسبق اللقاء كلهم عرب، يبقى مش محتاجه ذكاء، يعني مش محتاجه فكر كبير ولا يعني اسئله محتاجه اجوبه، يبقى اكيد الطاقم التحكيم برضو عربي اكيد، يعني اعتقد ان هو طالما برضو يعني الامر بشيء يذكر، في 6 حكام موجودين هنا في مصر زي ما قلت لكم، لان هم بيتمرنوا على تقنيه الفار اللي هيبدا بيها الاتحاد الافريقي لاول مره في اي بطوله، في تقنيه الفار هتبقى موجوده في نهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مش محتاجين تاشيرات. يبقى الستة اللي موجودين هنا معظم حتى المساعدين عرب، معظم المساعدين اللي موجودين عرب، فبالتالي زي ما قلت لكم بكري جسامه موجود و سوكازي موجود او سيكازي موجود، وكمان عندك بملاج موجود، وعندك مهدي بن عبيد موجود، وبكاري زي ما قلت موجود، وجوميس موجود، وجهاد جريشه موجود، لكن جهاد جريشه هيستبعد طبعا لاداره اللقاء سواء هنا او هناك لانه حكم مصري، فبالتالي اعتقد ان مهدي بن عبيد بنسبه 99% يعني هو اللي هيدير اللقاء ايا كان بقى الوضع. اعتقد ان الحالات التحكيميه هتبقى يعني بمنتهى العداله، لان في تقنيه الفار، يعني اي شك في اي جول او بينالتي او ما شابه ذلك، تسلل ولا حاجه، تهيألي يعني هتبقى الدنيا كويسه جدا يعني. وبرجع اقول ان الاتحاد الدولي فرض على المساعدين ان هو يتأنى شويه في رفع الرايه، لان انت ممكن ترفع الرايه تعمل بايدك اليمين مثلا وانت حكم مساعد اول او حكم مساعد ثاني، فتوقف اللعب وهي كره مش تسلل، فانت تسيبها حتى لو كان الخطأ موجود هيتم تعديله بعد كده، لكن لو انت رفعت هتمنع الهدف او هتمنع الفرصه يعني. على العموم النهارده حلقتنا مختلفه خالص في ملعب الاهلي، مش هنتكلم كتير، مش هنتكلم